كالعادة قاعد مهموم وشايل طاجن ستك وهموم الدنيا فوق كتابك، صح؟ اخوك حبيبك جايب لك الحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. صديقي العزيز، عاوز عبادة تشيل كل الهموم من على كتافك؟ اكيد كلنا محتاجين ده، اكيد كلنا محتاجين ده. كل واحد في الزمن اللي احنا فيه دوت فيه اللي مكفيه، والله والله فيه اللي مكفيه. فعلشان انت حبيب قلب اخوك، جايب لك النهارده فيديو باذن الله عباده بسيطه جدا وسهله جدا هتشيل كل الهموم دي من على كتافك. الله سبحانه وتعالى بيقول في القران: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث بتاع سيدنا ابي بن كعب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، انا بصلي عليك وبدعي لك في وسط الدعاء بتاعي. فده كويس. بقول لك الحديث بالبلدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كويس، بس لو زودت هيكون افضل لي. فسيدنا ابي بن كعب قال له: يا رسول الله، اجعل لك نصف صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كويس، بس لو زدت هيكون افضل لي. سيدنا ابي بن كعب قال له: يا رسول الله، اجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله، كل دعائي هيبقى بس صلاه عليك يا رسول الله. شوف حبيبك النبي صلي عليه قال له ايه: اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فلحت ونجحت دنيا واخره بالصلاه على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يلا دلوقتي اكتبها في الكومنتات ورددها ونزلها عندك بوست عندك على الفيسبوك وبعتها لاصحابك على التليجرام او على الواتساب. تعالى دلوقتي هقول لك الصيغه الصحيحه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في صيغ كتير بس دي افضلهم الصيغه الابراهيميه اللي بنقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مش عارف والله، جات لي فكرة وأنا بتكلم معاكم دلوقتي، إيه رأيكم تيجوا نجمع 100,000 صلاة على النبي؟ موافقين؟ أنا هكون أولكم تحت في الكومنتات إن شاء الله. ابعت دلوقتي الفيديو ده لأكتر 5 بتحبهم من صحابك وعرفهم الكنز العظيم دوت علشان يشيلوا الهموم من على كتافهم. مش بس كده، وكمان ذنوبهم تتغفر وهيبقى ليك نفس أجرهم يا صديقي. حبيبك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول: الدال على الخير كفاعله. يلا صديقي، أشوفك إن شاء الله بكرة في فيديو جديد. السلام عليكم.